السلام عليكم أستاذ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك عماد الدين دحدوح من تركيا. أهلا يا أخي عماد، أهلا ومرحبا بك. حياك الله أستاذي، عندي مشاركة بسيطة حول موضوع المرأة عندما يسافر الشخص بزوجته إلى أوروبا، هناك مشكلة كبيرة تحصل في الأسرة من خلال تمكين المرأة وإعطائها كامل الحرية والسماع لشكاويها، ويعني كلامها منزل مقدس، أما الزوج فينبذ. يعني أريد أن أتكلم أن هنا في هذه الحالة يصبح هناك مشكلة كبيرة في الأسرة، ويصبح الطلاق كثير جدا في أوروبا. حكى لي ابن عمي في ألمانيا منذ تقريبا 6 شهور له صديق مهندس، وعنده زوجة عندها 4 أولاد. تخيل، صار مشكلة، والمشاكل العائلية تحصل في كل بيت، ولكن مجرد هي انزعجت اشتكت عليه، مباشرة تم طرد الزوج، خيروا الأولاد. طبعا الأولاد بحكم كونهم صغار يحبون دائما الأولاد ميالون إلى أمهم كونها متساهلة. لا يعني بالعموم الآباء أكثر قسوة بالعموم، ليس دائما الأب يكون حازم، فالأبناء يميلون نحو الأم. المشكلة عندما يكون دين الأم قليل بسيط بشكل قليل، ماذا يحصل؟ يميل الأطفال إلى الأم. يعني المشكلة عندما تكون دين الأم قليل. فماذا حصل هذا الرجل؟ من حزنه بقي وحيدا، تخيل عمره فقط 52 أو 51. ماذا حصل؟ بقي في بيته وحيدا الذي انتقل إليه. حكى لي، قال لي والله توفي هذا الرجل ولم يخبر به أحد لبعد أسبوع، بعد أسبوع وانتفخت جثته، ثم صدرت رائحة، ويعني جاء الجيران والأولاد ما حد يزوره بسبب تحريض من الأم. هو من حلب، هذه الشخصية، هذا المهندس الأتوف من حلب، والزوجة من حلب، ويعني ماذا يحصل أستاذي؟ هذه مشكلة كبيرة، ثم توفي ولم أحد، لا يدري به أحد. المشكلة أستاذي الفاضل، يعني الذي يحصل هنا مشكلة أريد أن تخصص لها لو سمحت حلقة عن موضوع يعني الغربة، يعني أو تأثير أوروبا والغرب على موضوع التفرقة بين الزوجين. صحيح. هذا هو الموضوع. ويجب جدا. ويجب إقناع الأزواج اللي متحمسين للسفر إنه أنت رايح هناك تدمر أسرتك وستندم أشد الندم، أنت أول خاسر، ستخسر الدنيا والآخرة كما هذا الرجل. أستاذي والله ينقلب الموازين، ينقلب الموازين. طاعة الزوج، طاعة الزوج هذا فرض، وأي امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. هذا الشيء ينقلب في 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 أوروبا، يصبح الزوج يطلب طاعة زوجته فقط من أجل لا تشتكي عليه. هذه مصيبة المصائب. يعني دائما المرأة انفعالية والرجل أكثر عقلانية. نحن لا نهين بالمرأة، على العكس تماما، الإسلام كرم المرأة، ولكن المشكلة المرأة أحيانا تغضب. عندما تغضب ماذا تفعل؟ لو أعطيت الطلاق كانت طلقت، ولكن الله حكيم لم يعطيها الطلاق. فماذا تفعل؟ في أوروبا تشتكي، وحصل كثير من هذا الأمر. الرجل بحكم كونه شرقي وعقله، يعني عندما تشتكي عليه المرأة فورا ماذا يحصل؟ أي واحد فينا إذا اشتكت عليه مرته للحكومة فورا 90% يطلق، يحصل شقاق. أنت اشتكيت عليه، أنت كذا، أنا اللي جبتك، أنا اللي كذا، يذكرها بي، ثم يطلق بسبب الشكوى. فالشكوى تولد ماذا؟ تولد خصومة كبيرة، تكبر المشكلة ولا تصغر المشكلة. أنا أتكلم الآن عن التفرقة بين الزوجين. الآن عندما يفرق بين الزوجين يحصل الشرخ الكبير في الأسرة، فالأولاد يميلون نحو الأم. فالآن هذه مشكلة حصلت، الآن الأب توفي وما حدا دريان عنه. فيا أخي الكريم، عندما تذهب إلى أوروبا أعلم تماما أنه لن يبقى لك سلطة على زوجتك. والمشكلة المرأة ليست يعني كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ناقصات عقل ودين، بمعنى نحن لا ننقص من قدرها، ولكن هي لا تفكر بعقلها بل تفكر بعاطفتها، تغلب العاطفة على العقل. فهنا في أوروبا ماذا يحصل؟ أي موضوع أستاذي الكريم، حصل قصص كثيرة، لا أريد أن أسرد القصص، ولكن كثير من الشقاق والمشاكل
حصلت بسبب أن أوروبا تعطي المرأة القداسة، أقول القداسة ليس فقط مجتمع أنثوي أو لا لا، بل تعطيها كلامها مقدس، أي كلمة تقولها المرأة مباشرة طابوا أخضر. المرأة سجنت زوجها في إيطاليا إمام مسجد، سجنته فقط قالت أنه كان جبرها على لبس الحجاب، مع أنها كانت محجبة أصلا، طلع من بلدها محجبة، فصدقوا كلامها وحكموا لها وسجنوه. يعني إيش هذا؟ قصص كثيرة يعني مثل هذه القصة، ولكن بشكل آخر يعني تقول لهم يضربوني وليس هناك دليل. ليس هناك دليل، ما بيطلبوش منها دليل، لا يطلبون منها كاميرات مراقبة، في حين لو الزوج نفسه اشتكى يقولون له أين الدليل. سبحان الله. والله هي أستاذ مصطفى حكى لي صديق كان في الدنمارك قصة، لكي يسمع الغرب ويسمع العالم كله الآن يعرف أن الغرب بلد قميء، بلد قذر. رجل يشتغل بتلبية الطلبات، يسمى عندهم سيرفس، لا أدري ما اسمه في الغرب. قال لي والله كنت ألبي الطلبات، امرأة من النساء قالت له ادخل أوصلي الأغراض إلى داخل البيت. في الدنمارك حصلت قصة في مدينة قرب العاصمة، وأقسم لي يمين، ثم ترك الدنمارك وجاء إلى هنا وخرج يبكي من عند هذه المرأة. امرأة قال لي والله حسناء وشقراء وعمرها 25 سنة، ولا طلبت منها أن يدخل الأغراض، تعطيه زيادة؟ قالت لي بعطيه زيادة 50 دولار. قلت له فطمع في المبلغ، وهو شاب يعني بسيط ملتزم، ولكن عندما دخل أقفلت الباب. والله هذه قصة حقيقية، أقفلت الباب. عندما أقفلت الباب قال له ماذا يجري هنا؟ ماذا تريدين؟ كذا خاف. قالت له ادخل الحمام، نريد الآن أن نمارس مع بعض الفاحشة والعياذ بالله. قال لها كيف كذا؟ قال انتظري سأتصل اتصال. اتصل بصديق قال له قبل سنة نفس الامرأة، هذه المرأة في الشارع الفلاني، قال والله سجنت إنسان متدين 7 سنوات ونصف لأنه رفض فعل الفاحشة معها، فاتصلت بالشرطة. والله أقسم اتصلت بالشرطة وأعطاني اسمه وفلان من بلد بسوريا، 2 سوريين يا أخي. ما سجنته 7 سنوات ونصف والله سجن. القصص هذه بتدمي القلوب، نسأل الله العفو والعافية. اللهم والله قال لي اضطررت، قال له اضطررت لأن أفعل الفاحشة، وخرج من عندها وهو يبكي بالله. لأنه قال له تعرف لي ماذا؟ قال لي لأنه مجرد أن قفلت الباب بالقانون قال لي الممنوع أن تدخل البيت. قال لي أنا لا أعرف ذلك. قال مجرد دخلت معناته أنت الآن مغتصب، تدعي عليه أنه دخل البيت عنوة ليغتصبني، ليس هناك دليل. مجرد أنها قالت كذلك هي منزل، كلام منزل، نعوذ بالله. عرفت؟ فالذي قبلها قال هناك شخص ملتزم وعنده مهنة محترمة، قال نفس الشيء، دخل قفلت الباب، قال أريد أن تفعل معي كذا كذا، ادخل إلى الحمام كذا. قال أعوذ بالله، قال سأشتكي، قال لا اشتكي، هذا لا يعرف القانون، هذا بالدنمارك. اشتكت والله يا أستاذ، دخل قبض عليه وهو مستغرب، يا أخي قال لي طلبت مني كذا كذا. قالوا امشي، نسأل الله العافية. أخي كفاية 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 بالله عليك، كفاية كفاية بالله عليك، والله كفاية. نعم. يعني الأمر لا مقزز، سريعا في دقيقة. نعم مقزز في دقيقة نهائية ننهي الموضوع، هذا الأمر خطير أستاذي. هالمواضيع ربما مقززة، ولكن لكي يفهم العالم ماذا يجري، مواضيع خطيرة لا تطرح لحساسيتها. الآن عندما المرأة زوجتك أو زوجتي أو زوجة أي شخص قد تغضب منك، ولكن عندما ربما أنت تراضيها تغضبها تراضيها هنا في بلادنا الإسلامية، أما عندما تذهب إلى أوروبا والله ستتمرد عليك بسبب قوة القانون. نعم. تتغير نفسية المرأة، حكى لي أكثر من شخص. نعم بيوزوها نفسية المرأة. نعم نعم. بيعودوا يقولوا لها أنت لك حق أنك تعملي كذا وكذا، ده من أول المطار، من أول الحمامات في المطار بيحطوا ورقة باللغة العربية. الله المستعان أخي، جزاك الله خيرا، ربنا نعم نجي الجميع. هذا هو الموضوع، أرجو أن تخصص حلقة على أنه التفرق أسباب، يعني ليس فقط خطف الأطفال، خطف النساء أيضا خطف، يعني هذا نوع من الخطف، ولكن والله خطف معنوي. الكلام ده مكرر، وأي واحد يتابع السلسلة يعلم يقينا أن الحياة في الغرب ليست فقط خطيرة على الأطفال، بل على الكبار، على النساء وعلى الشباب وعلى كل الأطراف. بارك الله فيك، جزاك الله أستاذ مصطفى على ما تقدمه أنت ومتابعينك. بارك الله فيك، شكرا، مع السلامة أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.